ما أعتقد أن نتنياهو ذاهب في الفترة القريبة القادمة إلى إقالة المستشارة القانونية للدولة، وذاهب أيضا لإقالة رئيس الأركان هاليفي، وذاهب أيضا لإقالة رئيس الشباك. لماذا؟ طبعا هناك يعني تفاصيل لها علاقة بالإصلاحات القضائية، ناهيك طبعا عن الثلاث أشخاص الذي تحدثنا عنهم، وهم آخر ثلاث شخوص موجودين في الحكومة من العلمانيين الليبراليين. نتنياهو استطاع طبعا أن يذيب اليسار ويذيب الوسط ويفتت المعارضة. لا يوجد معارضة في الدولة في إسرائيل اليوم، ولن يكون هناك أي حرب أهلية في إسرائيل نهائيا. المجتمع الإسرائيلي مجتمع مختلف تماما عن المجتمع الشرقي العربي، هو لا يعتمد على العنف في التغيير، وهناك نظام وقانون في إسرائيل. لا يمكن بالمطلق أن يسمح هذا القانون بانزلاق المجتمع إلى حرب أهلية. هناك تغيير دراماتيكي في الوعي وفي الثقافة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، وما حصل طبعا شكل محطة مفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي اليوم كله انجرف باتجاه طبعا الصهيونية القومية والصهيونية الدينية كما قلنا.